عقيد عادل، يعني نحن حاولنا بشتى الطرق الاتصال بوزارة الداخلية ولكن للأسف لم نتمكن من ذلك. ولكن هناك خبر عن وكالة رويترز للأنباء تقول بأن هناك كانت محاولة، لا أعرف ما أسميها، هل هي محاولة اغتيال أم هجوم على مقر رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور محمد المقريف في زيارته الماضية إلى سبها. ما صحة هذه الأنباء؟ وهناك أيضا أنباء تشير إلى وجود ضحايا في ذلك الهجوم، وحدث هذا بعد إعلان المنطقة الجنوبية منطقة عسكرية وسيعين لها حاكم عسكري، ووجود قوات أيضا للحماية تتبع لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان. كيف تعلق لنا على ذلك؟ هو هذا السؤال يعني فيه شكوك كثيره يعني، ولكن ما اريد ان اشير اليه ان هناك كنت على اتصال برئيس جهاز الحرس او سريع رئيس جهاز الحرس الوزاري اللي كان مرافق للسيد رئيس المؤتمر، ولم يحدثني على اي امر من هذا النوع. كانت هناك اشتباكات ما بين قبيلتين موجودات في سبها نعم في اثناء وجود السيد الرئيس، والاشتباكات في مكان والمؤتمر كان في مكان، ولا علاقة بعملية اغتيال السيد الرئيس بهذا الموضوع إلا وكان هذا لهم يخبرونا عنها وعلمونا بها.